رمي أو حيد حدية كادوا أصحاب ديزلايك. شوف الدنيا كي ديرة تبارك الله. شو مهم علينا. ها هو القيطونه وجبتو هاد الناس. داك السيد اللي كان صيفطو لينا. المهم هو هذا. دابا نديو البراكه ونحلوه. هيا بينا. السلام عليكم. عرفتوا اليوم الجو؟ يا سلام، كاين الشميشه والعصافير وتزقزق. عرفتوا انا تصبح بكري مشيت عند واحد الناس كنوصل لهم هاد لاطون تاع هذا القيطون. هذا هو المنزل ديالي الجديد ان شاء الله. يلا والسلام اخونا. مشيت عندهم خديتهم من عندهم الصباح. وهاد لاطونت هذا كان صيفطوا لي واحد السيد واحد مغربي كيسكن في المانيا في مدينه كيل. كنشكرك اخويا بزاف. الله يرحمك الوالدين وشكرا جزيلا. الامانه ديالك اخونا. يلا يلا راك عارف هنا وهنا وسير هنا. كنشكرك بزاف. الله يرحمك الوالدين. ودابا لقيتوني يلا وسط الغابه وراي البراكه راي لهيه. غنمشي ندخل تما ونمشيو نانستاليو هاد لاطونت ونشوفوه كي داير. وشكرا جزيلا داك السيد اللي عاوننا حتى هو. هيا بينا. احنا دابا وصلنا. ها هو الموت باش نحلو دابا هاد لاطونت ونشوفوه كي داير. المهم هاد لاطونت هذا غادي نحلو دابا وغادي نانستالي هنايا. وقريب ان شاء الله غادي نتحول لواحد البلاصه. ماشي غادي نتحول بصفه نهائيه، ضروري غنبقى نجي هنايا نبقى السونات ديالي. غادي نمشي لواحد البلاصه غادي نانستالي فيها ان شاء الله هاد لاطونت. حتى القيطون هذا كتقدر تجمعو دغيا تحلو دغيا. المهم حنا غنشوفوه كي داير. كاينه واحد البلاصه زوينه غنولي تما نريح فيها وننعس فيها ونقدر نشعل حتى العافيه تما، حيت تما كاين غير الخلا مكاينش البشر. واحد البلاصه زوينه. و الا كانت مثلا الشتا والبرد العاصفه مثلا غادي نمشي واحد البلاصه اخرى، حيت هذا تقدر تجمعو ديه. كاينه واحد البلاصه اخرى نقدر نتخبى فيها ونريح. المهم غادي يكون خير ان شاء الله. شويه الصبر نشوف هاد العجب هذا شنو هو فيه. وهاديك البلاصه قريبه ليا جهه المدينه، قريبه ليا هاد الغابه نيت من جهه اخرى. المهم هذاك الشيء كيخصني انا. واو وقنا شي كبير كيبان ليا هنا يا صاحبي. شي كيبان كبير. واشي تهز بحال هكا وتمشى ليا على البشريه. والله انا كيبان ناضي واقيلا تبارك الله. ريه شو كيدير كيبان حلو يا لدي. دابا اجي الكارطونه خلي ليها تما. الله بسم الله. واو ما عرفتش كيدير هاد العجب هذا من الداخل. على الشتادي واقيلا. بارك الله بارك الله وصل على النبي. حرابينو خصني نعقل على كيفاش كيتحل وكيتسد باش من تخربق حتى بحال الشيء هذا كيفروح. عقلوا معايا ترى توضر داكشي كيتسجل. وهو والله هذا الشيء ناتي شوفوا معايا باش نستخرج هذا الشيء هذا باش تعيش معايا اللحظه. في واحد العيب بحال ديال الباراسول. شوف الله يتوعر الله يتوعر العشرين. ناتي عيشوا معايا اللحظة. الله يتخاطيك يبان داكشي يا سلام. بغيك تانصال عشتي. هنا العشرين بالبالة. هي هذه هادي حساب الناموس بخوش. تميت الروينه في العوينه العشرين. شوف صراحه قولوا لي ناضي ولا ما ناضيش. اوف
عاجي ندخلكم داخل شوفوا اش. اه والله يا خويا تزوين في هاد العيبه هادي بحال لاكوبتير ساكت جمع دغيا. ها انت اللهم اخونا هذا ولاد هاد الروينه هادي بخوش. ها انت مسدود من الداخل مزيان شتو عندك هاد العيبه هادي دير ليها الرق بحال هكا تقطل ولا بخوش ولا الناموس ولا بغيتي تسد مره تسدها كاع انت. ها ناري الفوق هنايا ها انت باقي تشوفوا هنايا نعلق فيها البوله ديال الضو ولا الشارج ولا شي بالبالغ. قولوا لي قولوا لي صراحه كي جاكم هذا القيطون هذا واعر ولا لا؟ والله الا جا خطير بالله بلاش نسدو هذا. هذا سيت سدو عندك حتى ديال الناموس هي بغيتي تسدها كتسدها ديك. ها والله غير ينفعني ديال بصح هذا بالله. ها انتم ها انتم عس لي هنا وتجبد وطيب لي شي طمسيل هنايا ديال التقلي واللوبيا. والله يا خويا انت والله تعجبني هذا والله الا كنجيب داك اللي كنعس عليه نسيو داك الشيء كامل. نسيو هاد الشيء دابا اخونا هاوي ضربين عيني تبن دابا اخونا ما كايناش السبرديله وسخات انا فتحت نصبنها بسم الله الله اكبر. انت والله تا يا سلام يا سلام بلاتي هكا ان شاء الله غادي نجيب واحد السداري ديال الحلفه خاطر شي سداري هنايا غنجيب واحد السداري انا غادي نانستال داكشي ناضي غنصب شي سداري هنايا وشي طابله صغيره هنايا وهذا غنحطو من الفوق فهمتيني باش الا كانت الارض بارده ولا شي حاجه هذاك السداري ديال الحلفه غادي ينفعني ولكن هذاك اللي كيتنفخ كيتنفخ كيولي عنده بحال ناموسيه تخموش عليا انايا انا نسي والله يتهيا انا مازال ناس حدا اخر هنايا تبارك الله. والله الا اليوم عرفتي اليوم غادي نعس مزيان ومرتاح وخا صداع بالليل الدياب وديك ماشي مشكله غادي نعس ساد عليا نعس مرتاح كنت كنعس الساعه فات براكه. المهم غاديش نقول على شي حاجه خايبه نفعتني صراحه هاد البراكه هادي نعس فيها من نهار مع شحال من شهر انا كنعس ما صاحبي. المهم مره خونا غنبقى نرجع للغابه البراكه انا تمسطي الصخره باش كنطيبها ديال الكوزينه الصخره هادي هي الكوزينه فاش كنطيب بها نشعل العافيه نطيب العدس اللي كيحيد العكس. الحمد لله والشكر لله وشكرا لكم كاملين الناس اللي معايا كنشكركم كاملين الله يرحم لكم الوالدين هرب الرعا. المهم هذا مسمار طرقناه انت معلم شوف ملي نسالي ونديرو لي ديك ها نسدوه عندك جوج بلايص ما تسدش جوج بلايص حتى هادي ديال الناموس عندك هاو بغيتي تسدها غير تخلي هذا مثلا محلول بحال هكا ياك وتسد غير هذا من الداخل كتبقى تشوف ولا بغيتي تسدهم بجوج كتسدهم بجوج بحال هكا كتبقى ديك الشي مسدود فهمتيني ناضي ومازال بلاتي خاصني شي حاجه كاين هاد اللعيبه هادي شتو هادي كدار من الفوق شتو عندها واحد الخرسات انا كتفكر فقط في هذا انا غنديرها دابا وقال ولا حتى الشتاء ولا شي حاجه ما نستعملهاش دابا انا تنسالي تنسالي والله نرى هو هذا كما كتشوفوا قضيه زاهيه. قوم دابا اخونا شويه لا تنكسل غير بغيتي تلصقها مع الارض مزيان دير لها واحد الوتاد في الرجلين باش كتلصق ماشي مشكله عندي الطريقه باش غادي نطور. يوبي زانتا
ما قلبش الصاك مزيان، هما دوك العيبات ديال الحديدات، هما حديد الا بغيتي تفيكسي ليه رجلين باش مابقاش يطير مع البرد. هادو عندك بحال الوتاد كتركب واحد هنايا وكتضربها مع راسك كتلصق، والاخرى 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 باش كيلصق. هما هادو هما القنانب ديالهم، الاتواش كامل الاتواش حاطينهم لك هنايا. المهم انا غادي نحاول انستالي هادو واحد شويه الناس هاد الليله هادو بعدا، ويكون خير ان شاء الله. وشكرا لكم جزيلا على المشاهده، وبتنساوش ديما سخنوا لي المقارج وجبدوا لي الطارج وحركوا لي بنادر وتقعدوا وخدموا تيربو. سخن لي الماطر تقعدوا وخدم تيربو.